بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا الأخ راشد يقول: رأيت بعض أئمة المساجد أثناء الخسوف أو الكسوف يا شيخ يصلون قبل بداية الحدث بنصف ساعة تقريبا، هل هذا جائز وهل الصلاة صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الكسوف يبدأ وقتها من رؤية الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك، أي الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلاة الكسوف وقتها من بداية الكسوف إلى نهايته. الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف، هؤلاء يصلوا في غير وقت الصلاة، فهي صلاة غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان مسافر، فما الأفضل له إذا كان صائما، الإفطار أم الصوم، مع أنه يجد مشقة في الصوم؟ المسافر مخير، إن شاء مضى على صيامه وأكمله، وإن شاء أفطر، وكونه يفطر أفضل أخذا بالرخصة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول: بالنسبة للدعاء على الأولاد بأن الله يأخذهم، لأنهم بعض المرات يقول يؤذونني. لا يجوز الدعاء على الأولاد ولو آذوك، أصبر عليهم، هذه طبيعة الأولاد والذرية، عليك بالصبر وتربيتهم التربية الحسنة، وأنت ماجور إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في البر مع مجموعة من الزملاء بدون أذان؟ هذا محل خلاف، والصواب أن الأذان واجب، أن الأذان واجب في السفر وفي الحضر لصلاة الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بعض العلماء يقول إن وجوب الأذان إنما هو في الحضر، وأما السفر فيستحب، ولكن الصحيح أنه واجب للجماعة في الحضر والسفر إذا دخل الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول: يا شيخ، هل تعتبر أو يعتد بالصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟ الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد انتهاء الحيض ورؤية النقاء التام فلا اعتبار لها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. تسأل أيضا تقول بأنها ستذهب مع أهلها للعمرة، هل تستعمل حبوب منع الحيض لأكمل عمرتي؟ إذا لم يكن في ذلك ضرر على صحتها فلا مانع من ذلك. نعم. أيضا تقول فضيلة الشيخ: هل لي أن أدعو في وأنا أطوف وأسعى بأدعية القرآن الكريم؟ هذا أفضل، هذا أفضل أن تدعو بالأدعية الواردة في القرآن أو في الأحاديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ عماد: من ترك الصلاة عمدا ثم تاب توبة نصوح، هل يقضي ما ترك؟ الراجح أنه لا يقضي ما ترك، وإنما تكفي التوبة، لأنه في وقت تركه للصلاة متعمدا ليس على الإسلام، ترك الصلاة متعمدا كفر، فهو يدخل في الإسلام من جديد ويتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. يقول: لدينا وقت أنا وزملائي ونقوم بلعب الورقة أو الكوتشينة كما يسمونها، هل في لعبها حرج؟ نعم، إذا كانت بعوض وجوائز هذا هو القمار المحرم والميسر، ما إذا كانت بدون عوض فهي أيضا محرمة، لأنها تجر إلى المحرم، وأيضا فيها ضياع للوقت، وفيها أيضا سفاهة للرجال أتليق بالرجال أن يستعملوها، وربما يحصل فيها كلام غير لائق فيما بينهم، الأخيرة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: يكثر من
الشركات والأسواق الإعلان عن المسابقات، ما ضابط هذه المسابقات وهل نشترك فيها ونأخذ الجوائز؟ مسابقات الجائزة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسابقات التي تساعد على الجهاد في سبيل الله، تدرب على الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذ المسابقات الجوائز على المسابقات لأنها من القمار ومن الميسر. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وهذه من أدوات الجهاد. النصل هو الرماية، تدرب على الرماية والإصابة، والخف هو ركوب الإبل لأنها من دواب الجهاد، والحافر الخيل، ركوب الخيل، لأن الخيل من دواب الجهاد أيضا، مستخدمات في الجهاد، أو يتدرب على الفروسية للجهاد، ويتدرب على ركوب الإبل للجهاد، ويتدرب على الرماية للجهاد في سبيل الله. وما عدا ذلك فأخذ العوض من أكل المال بالباطل، وهو من القمار. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا فضيلة الشيخ هذا السائل عن معنى هل ورد في التسبيح بالسبحة شيء، وهل هو جائز، وما الأفضل؟ الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يسبح بالحصى، يعد التسبيح بالحصى، تسبيح الوارد عده بالحصى، مثل ما كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعمل هذا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في المسبحة إذا لم يعتقد أن لها فضيلة، إذا كان يستعملها لإحصاء التسبيح الوارد فقط كما يستعمل الحصى أو الأصابع، إذا استعملها من هذا القبيل فلا بأس. أما إن كان يستعملها يعتقد أن فيها فضيلة وأنها أفضل من غيرها فهذا بدعة، وهذه طريقة الصوفية الذين يتخذون المسابح شعارا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لتأخير دفن الميت حتى يصل الأقرباء والأصحاب من أماكن بعيدة، هل هذا جائز؟ جائز إذا كان لا يتضرر الميت، إذا كان الميت لا يتضرر بهذا ولا يحصل على جثته تأثير فلا بأس بذلك. نعم. أيضا له فقرة أخرى، يقول: بالنسبة لإنزال الميت في القبر، ما المشروع فيه، ومن هو الأولى في إنزال الميت إلى القبر ولحده؟ الأولى من يحسن إنزاله ويحسن وضعه في اللحد وسد اللحد عليه، هذا هو الأحسن، سواء من أقارب أو من غير أقارب. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: بالنسبة لنية الدخول في النسك، هل هي التي يتلفظ بها في التلبية، وما معنى التلبية وما معناها؟ الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية في القلب، إذا نوى أنه أحرم فإن هذا هو الإحرام المشروع، نية الدخول في النسك والنية في القلب، ما يقول اللهم إني نويت أن أحرم، لكن يلبي ويذكر النسك الذي نواه أو أحرم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يلبون ويقول: لبيك عمره، لبيك حجا، لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج وما أشبه ذلك، فهذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالنسك الذي أحرم به. ومعنى التلبية إجابة الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في أذانه: وأذن في الناس بالحج، وكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا الأذان، يقول لبيك لبيك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل له مجموعة من الأسئلة: كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيها؟ مدة يسيرة جدا، مدة زوال الشمس بعد توسطها في السماء مدة يسيرة لا تتسع لصلاة. نعم. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، يقول أيضا أسأل عن القول الراجح في وصول الأعمال التعبدية إلى الميت، وما هي الأشياء التي تصله؟ الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل لأنه يصل إلى الميت من عمل غيره، مثل الأضحية عن الميت، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت، فما ورد به الدليل أنه يصل إلى الميت فإنه يقتصر عليه، وما لم يرد به دليل فالأصل أنه لعامله، خاص بمن عمله ولا يهديه لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا اشتريت لحما وأنا أعلم بأنه لم يذبح مثلا وفقا للشريعة الإسلامية، فهل أقوم بذكر اسم الله عليه؟ لا، كنت تعلم أنه ما ذبح ولا ذكي على الطريقة الشرعية أو حرام، هذا ميتة، ولا يكفي أن تقول أن تسمي عليه، تسمية عند الذبح، عندما يجر يده في ذبح الذبيحة يقول بسم الله، ولا تتأخر ولا تكون من غير الذابح أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ له مجموعة من الأسئلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
لحوم تأتي ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. المراد التسمية عند الأكل، لأنه يستحب أن الإنسان يبدأ ببسم الله عندما يريد الأكل. نعم، ولا تجزي هذه عن تسمية الواجبة عند الذبح. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة يقول للغني الذي عنده مال مماطل، هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكي؟ نعم، الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده؟ يصده المدين. نعم شيخ. إذا كان له دين على غني مماطل فلا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، لأنه لا يدري هل يحصل عليه أو لا. نعم. هذا السائل يقول أب فقد ابنه في حادث سير وتوفي، وتأثر هذا الأب والوالدة، هل من كلمة في الصبر وهذا الابتلاء؟ لأن الأب إذا مر بملابس ابنه أو شيء يتعلق بولده ويبكي. مجرد البكاء لا يضر، وهذا شيء لا يملكه الإنسان، وهذا من الرحمة. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم البكاء، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. مجرد البكاء على الميت لا يضر. وأما الذي يحرم فهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم ومن الكبائر. فرق بين النياحة وبين البكاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول عندي بعض الأولاد أصيبوا بأمراض نفسية واكتئابات، هل يؤجرون على صبري عليهم؟ وما هي أسباب هذه الأمراض في وقتنا الحاضر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس والأموال والثمرات، بشر الصابرين. إذا أصيب الإنسان في نفسه أو أصيب في قريبه أو ولده صبر على ذلك احتسابا لوجه الله ورضا بقضاء الله وقدره، فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وهل تكون هذه من المحبة، وما هي شروط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل، وتابع لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل. محبة الرسول تقتضي اتباعه والعمل بسنته، أما الذي يدعي أنه يحبه ويحدث البدع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. يقول ابن القيم لو كان تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالذي لا يتبع الرسول وهو يقول إني أحبه كذاب. فمن علامات صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول مشايخه أو قول متبوعيه أو حزبه أو جماعته، وإنما يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه علينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت التي رمزت لاسمها بألف ها نون تقول نحن مجموعة من الفتيات نسكن مع والدنا، ليس لنا إخوة ذكور، والدي يرفض الأزواج المتمكنين والأكفاء طمعا في رواتبنا. تقول تقدم لنا مجموعة من هؤلاء الشباب المتدين ويرفض ويضع العراقيل، وما الحكم في ذلك وما هي التوجيه من كلمة لوالدي؟ هذا الحكم حرام شديد التحريم، لأنه عضل للمرأة، وعضل المرأة هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، وهذا عضل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب.
ويجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يجوز، والمال الذي يأخذه كما ذكرت السائلة في مقابل العضل هذا حرام، هذا مال حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، هذا في حق الأزواج، كيف بحق غير الزوج؟ لا يجوز للولي أن يعضل موليته ويضر بها، ويضيف إلى ذلك أنه يأخذ مالها ويحبسها عن الأزواج ويفوت عليها فرصة الزواج وطلب الذرية لأجل أن يستغلها ويستثمرها، هذا من الخيانة للأمانة. فإن من الأمانة أن يزوج موليته الكفء الذي ترضى به، لأن الله ائتمنه عليها وأعطاه الولاية عليها. نعم، أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في رسالة السائلة تقول: بالنسبة للاستقارة، هل هي في الأمور الدنيوية أو العبادات، وما صفتها مأجورين؟ العبادات ليس فيها استخارة لأن ظاهرة المصلحة، يفعل العبادة المشروعة ولا يستخير في ذلك، لأن المصلحة ظاهرة فيها والأجر ظاهر فيها. إنما الاستخارة في الأمور الدنيوية من بيع أو شراء أو سفر أو غير ذلك أو زواج. نعم. لها فقرة أخرى تقول: المرأة في صلاة السفر هل تقوم بأداء هذه النوافل أم تتركها؟ تأتي بالوتر لا تتركه، وتأتي براتبة الفجر لا تتركها، وتأتي بصلاة الليل ما استطاعت إلى ذلك من قيام الليل. وأما الرواتب التي مع الفرائض فلا تصليها ما دامت أنها تقصر الصلاة، فلا تصلي الرواتب. نعم. تقول: هذا الدعاء فضيلة الشيخ أدعو به، وهل هو جائز؟ اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني زوج صالح. الإقسام على الله في أنه سبحانه وتعالى يفعل الخير ويعطي الخير، هذا من حسن الظن بالله عز وجل، لا بأس به. لو أقسم على الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أما الإقسام على الله بأن لا يفعل الخير ولا يرزق أحدا ولا، فهذا حرام. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في رجل ممن قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يريد أن يحجر على الله أنه يغفر لهذا المذنب العاصي، فهذا سوء أدب مع الله، وأيضا فيه قنوط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل أبو أحمد يقول: بالنسبة لسجود السهو عند الزيادة، فعندما يسلم الإمام يقومون بقضاء الفائت ثم يسجد الإمام للسهو اتباعا لما جاء في هذه المطوية التي قرأتها ومحققة، وهنا يحصل الشيخ لدى العامة الذين يقضون الصلاة ويسألون الإمام: لماذا تسجد ونحن نقضي الصلاة؟ فما هو الرد الذي يمكن أن يناسب ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا سجد الإمام للسهو قبل أن يقوم المسبوق فإنه يجب عليه أن يسجد معه ويتابعه، أما إذا قام واعتمد قائما ثم سجد الإمام فإنه لا يرجع ويستمر في قضاء ما فاته. نعم. جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى يقول: ما أفضل الأسباب في تربية النشأ؟ أفضل الأسباب اتباع الكتاب والسنة وإلزامهم بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، والقدوة أيضا، أن يكون المربي قدوة حسنة لهم، حيث إذا رأوه ولو لم يتكلم اقتدوا به في الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا سلم مثلا المذيع في الإذاعة أو في وسائل الإعلام، هل أرد عليه السلام؟ لا معنى، زيادة خير. نعم. جزاكم الله. حديث يا شيخ يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء، ما المراد بهذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم، القدر، الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقدر، الدعاء من القدر ولا تعارض بين الدعاء وبين القدر. نعم. يقول: من حكم من يأكل على الصحف والجرائد ويجلس عليها ويستخدمها مثلا للدرائش والنوافذ إذا كان عليها بوية؟ الجرائد إذا كان فيها آيات أو أحاديث أو كلام أهل العلم في فتاوى شرعية تراها، لا يجوز لك أن تهينها، بل إما أن ترفعها وإما أن تحرقها وإما أن تنحيها عن القاذورات، ولا يؤكل عليها ولا تمتهن. أما إذا لم ترى فيها آية ولا حديث ولا شيء من كلام أهل العلم ومن الأحكام الشرعية، فأنت لا تفتش فيها وتبحث فيها، تبني على الظاهر ولا مانع من استخدامها. نعم. يقول: إذا كنت توضأ وانقطع الماء ثم عاد مرة ثانية وقد جفت أعضائي، فهل أبني على ما تقدم أم أعيد الوضوء؟ لا، هذا لا يمنع ما دمت على نيتك، ما دمت على نية الوضوء ما قطعت النية،
لم تتابع الوضوء لسبب انقطاع الماء ثم عوده لا مانع أنك تكمل، أما إذا قطعت النية فلا بد من ابتداء الوضوء من جديد. نعم. أخيرا الأخت مرام تقول: هل لأقل الحيض وأكثر حد معلوم بالأيام؟ نعم، لأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، والغالب 6 أيام أو 7 أيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.